ومعنا عبر الهاتف السيدة مريم أحمد ماجد، رئيس مركز التحول الرقمي وإدارة المشاريع بمعهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية. أهلا بك في نشرة الأخبار، وإذ تطلعينا على إسهامات المعهد في دعم خطة التعافي الاقتصادي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية أحب أشكر تلفزيون البحرين على هالاستضافة، وسعيدة بتواجدي معكم. طبعا معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية، معهد البي اي بي اف، هو المعهد الرائد في المنطقة. وصحيح ان احنا اليوم نعتبر معهد عالمي، لكن تركيزنا في المقام الاول على دعم الخطط الوطنية وتمكين الثروة البشرية المحلية. طبعا بالنسبة لمساهماتنا في دعم خطة التعافي الاقتصادي، معهد البي اي بي اف ملتزم بدعم الخطة والتوجهات الوطنية. قمنا بتحديث استراتيجية المعهد للفترة القادمة، ليتم التركيز على تقديم الدورات التدريبية والبرامج اللي تتماشى مع أهداف خطة التعافي الاقتصادي. مثال على ذلك التركيز على أولوية التحول الرقمي والابتكار ودعم القطاعات ذات الصلة، مثل القطاع المالي، قطاع التأمين، قطاع العقار وغيرها. طبعا بالإضافة إلى ذلك، في السنة الماضية قام المعهد بتنظيم منتدى التعافي الاقتصادي اللي تم تقديمه من خلال شراكة استراتيجية مع مجلس الشورى وبدعم من بنك البحرين الوطني، وكان يهدف أنه يكون بادرة لدعم الخطة الوطنية وملتقى لمناقشة الأولويات والخطط المستقبلية. نعم السيدة مريم، حدثينا عن دور المعهد في التحول الرقمي بمملكة البحرين ودمج التكنولوجيا الحديثة في مختلف القطاعات الاقتصادية. طبعا احنا نركز كثير على التحول الرقمي، كونه اليوم يعتبر من اهم المجالات اللي تأثر على جميع القطاعات. فالمعهد قام باطلاق اكاديميات التحول الرقمي اللي تركز على تخصصات متعددة، من ضمنها مثلا الامن السبراني، علم البيانات، التكنولوجيا الحديثه مثل البلوك تشين والعملات الرقميه والذكاء الاصطناعي. طبعا تحت كل اكاديميه او تخصص نقدم مختلف الدورات التدريبيه اللي الجميع ممكن يستفيد منها، ومو فقط المتخصصين في مجال التكنولوجيا. نعم السيدة مريم أحمد ماجد، رئيس مركز التحول الرقمي وإدارة المشاريع بمعهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية، شكرا جزيلا لك.